أولا أنا أترحم على أخي وشيخ الشيخ حسن يعني الذي رحل يعني، وما من شك أن أنا هذا العام الذي قضيته يعني بالنسبة لي كان عام حزن وتحدي، يعني عام حزن فقدت شخصا أو صديقا أو أخا كنت في صحبتي 60 عاما. ناحية تانية كنت في صحبتي في السجن في السفر في الحضر في أي مكان يعني، ويعني ترك لي أمانة ثقيلة يعني، وعيب أن أرخى علي سدوله وكلكله علي يعني بعد فراقه يعني. ولكن كان عزائي عن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأرض، فما كما ذهب محمد عليه السلام من قبل وذهب الآخرون جميعا وسنذهب نحن نتقبل هذا، في الله ما أعطى ولله ما أخذ. لكن كان عزائي أن صحبتي له 60 عاما أعطتني بعد التجربة، كما أنه بوصاياه التي قالها لي شفاهة أو التي تركها لي مكتوبة كانت لي معينا على تجاوز وعلى على الاستطاعة على حمل ما تركه لي. هل ترك وصية مكتوبة؟ في وصايا تركها مكتوبة يعني ليست للعلن. نعم، من جنس التي أشار إليها أبو بكر اليوم، أبو بكر عبد الرازق، أنه ترك لك وصية مكتوبة في مسألة الحريات بعينها مثلا. ترك لي وصايا في وحدها للعلن اللي فيها مختص، لكن في وحدات في مكان السر كيف أسير وكيف رؤيته كانت لمآلات الحوار، هذا ما كان يخطط له ومآلات الحوار التي سوف تنتهي. لكن الذي أقوله أن كان له من الوصايا ما يمكن أن يعين، وفي نفس الوقت أرض ما أعانني علي إخوتي الذين كانوا معي في الأمانة، لأنهم أيضا كانوا في مستوى التحدي، بل كانوا يعني قد تم اختياري وأنا لم أكن بينهم. كنت يوما ما كنت في أثناء في المستشفى في رويال مع الجثمان، فاجتمعوا هم وتم اختياري أنا دون أن أكون موجودا. كانوا أرادوا أن يتم الاختيار وأن يتفقوا على علي قبل أن يسجى، وبل هم الذين أرادوا بعد ذلك واتفقوا على أن أنا أصلي عليه. وبالتالي كان ذلك برضو من ما أعانني رؤيتهم وتماسكهم الذي كان خير معين يعني. وبالتالي أنا الذي أقوله أن التحديات التي قابلتني كيف كان يمكن أن أملأ فراغا تركه شخص مثل هذا، شخص فذ لا يمكن أن يأتي الزمان بمثله في هذا الوقت يعني، وبنفس الوقت يعني كيف يمكن أن أملأ مقعده. وبالمناسبة أنا حتى الآن لم أجلس على كرسيه الذي كان يجلس عليه، لأنه حتى الآن أنا يعني، لكن كما قلت ترك إرثا في الحركة، ترك نظاما أساسيا دستورا تستهدي، ترك من الهوادي ما يمكن أن يسير عليها الناس، ترك من بعد ذلك كله أن حركة منظمة منضبطة من الجنين غربا إلى حلف شمالا إخوة منتظمين، وتماسكا كان ذلك من أول التحديات اللي قابلتني كيف يمكن أن تكون الجماعة متماسكة.